مشاهدينا الاعزاء، ينطلق الشوط الاول، الشوط الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. انطلق أول أشواط الحيل، انطلق أقوى أشواط الحيل في هذا الموسم، يحمل شعارات هجن الشحانية التي سيطرت وأحكمت القبضة في هذا السن في العام الماضي وفي العام الذي قبله، في العام الذي قبل الماضي، عام 2015-2016 أحكمت القبضة على جميع سيوف دول مجلس التعاون الخليجي. هكذا مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، تنطلق هذه الرياضة العربية الأصيلة وهذه السباقات بالأوامر الكريمة والتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صاحب الأياد البيضاء حفظه الله ورعاه، الداعم لكل الرياضات لكل المجالات، محرك عجلة التنمية في قطر الحبيبة وفي هذا الوطن المعطاء. انطلق أول الأشواط، ونتجه مباشرة لنتعرف على المركز الأول ومن تقود هذا الشوط، قيادة حكيمة المقدمة مع المزن من هجن الشحانية، ضمرها سالم بن فاران، بينما التسلل والضغط على المزن من مصيحة تتسلل في المركز الأول في هذه اللحظات لتختطف المقدمة أيضا من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. الدور دور المركز الثالث، وصلت اقتحام من هجن الشحانية، مضمر جابر بن سالم بن فاران المضمر الشبل يتابع اقتحام على المركز الثالث في هذا الشوط الأول. الشوط الأول مهم يا مضمرين، وضعت له السيوف، محط انظار المهتمين، محط انظار جميع محبين هذه الرياضة، وهو الشوط الأول الرئيسي. ننتقل إلى المركز الرابع. عموما من ستختطف هذا الشوط سيكون لها حضور في هذا الموسم، سيكون لها حضور في هذا الموسم، حضور لافت نظرا لقوة الأسماء المتواجدة في هذا الشوط ومكانتها من هجن الشحانية. المركز الرابع، هنا زحمة على المركز الرابع، نحاول نلتقط المتقدمة من بين هذه الحيل. أول من تتقدم وقود من هجن الشحانية، وقود المضمر سالم بن فاران يتابع وقود في هذا الشوط على المركز الرابع، بينما المركز الخامس، حلوة حلوة على المركز الخامس، وحلوة منك يا المشاغب، هذه الدخلة الجميلة مع حلوة، حلوة من هجن الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية، مشاغب المضمرين يتابع حلوة، حصل دخول، الله، وصلت الداودية، وصلت الداودية، ذكرت بأنها من أقوى وأبرز المرشحات في هذا الشوط. مرحبا يا الداودية، مرحبا يا الداودية، مرحبا بالداودية وبسيوفها وبإنجازاتها وبكؤوسها وبرموزها. هذه الداودية تنطلق في المركز الرابع على الهواء مباشرة من هجن الشحانية، صاحبة السيف الذهبي في ميدان الوثبة في العام قبل الماضي، وأيضا وصاحبة كأس الثنايا في ميدان المرموم، وأيضا لها مشاركات لا تعد ولا تحصى. هذه الذلول، هذه الحايل تحمل وتقل شعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم، الشعار الذي يحظى باحترام الجميع، الشعار الذي أثبت علو كعبه في السنوات الأخيرة، وهو اختطاف سيوف دول مجلس التعاون الخليجي وميادين السباقات. هذه على المركز الرابع. المركز الخامس، ننتقل من الداودية ونتركها أيضا في رعاية الله إلى المركز الخامس، ومن تتقدم وقود من هجن الشحانية، مضمر سالم بن فاران يتابع وقود، ولكن حلوة تتسلل مرة أخرى إلى المركز الخامس من هجن الشحانية، مضمر محمد بن خالد العطية. نعود إلى مقدمة الشوط، أقوى أشواط الحيل، الشوط الأول الرئيسي. شوفوا هذه الجماهير الحاضرة على أرضية الميدان المتواجدة على يمين وعلى يسار الميدان، يتابعون هذه الهجن، يعشقون هجن الشحانية، جماهير هجن الشحانية من كل حدب وصوب يتهافتون إلى ميدان التحدي انتظارا لانطلاقة أشواط المساء، واستمتاعا بهذه النجوم التي تزخر ويزخر بها الشعار العنابي. مقدمة الشوط
ومن تحتل المركز الأول. المزن 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 تمطر بالخير على محبين وجماهير الأدعم وعلى عزبة الأدعم في مساء هذا اليوم. هذه المزن من هجن الشحانية، مضمر سالم بن فاران المضمر الذهبي. المضمر الذهبي، أنت في حوار يا الذهبي مع الشبل ومع المشاغب، دير بالك دير بالك يا الذهبي وركز لي على المزن. من تحتل المركز الأول، المركز الثاني، ومن تتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات مصيحة من هجن الشحانية مع مضمر جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث، الله عيني على الرابع يا جماعة، المركز الثالث تتقدم فيه اقتحام من هجن الشحانية مضمر جابر بن سالم بن فاران. وصلة الداودية، اهلا يا الداودية، يا مرحبا يا مرحبا بالداودية، في رصيدها كاس، في رصيدها سيف ذهبي، في رصيدها ايضا العد، في رصيدها ايضا محبة الجمهور، محبة الجمهور، محبة صاحبة الماضي والحاضر المشرف. حائل قده تشوش الريح الزعفران، باقي اذره مبطي اذره من العام في عذنونها. الله يا الداودية، اشتاقت الداودية، اشتاقت للمنافسات الكبرى، حست أيضا بقدوم مهرجان المؤسس وبرموزه في هذا العام. هناك رموز ذهبية وسيف للحيل ذهبي. الداودية عينها على السيف، تتسلل الداودية تخطف المركز الثالث في هذه اللحظات من هجن الشحانية، من هجن الشحانية. الله، شاهدناها في السباقات الماضية في مشاركات تجهيزية، حلت في المراكز المتقدمة الأولى. على ما يبدو بأن الداودية اليوم، على ما يبدو بأنها اليوم عندها نوايا اختطاف المركز الأول واختطاف ناموس هذا الشوط. هذه الداودية على المركز الثالث، المضمر سالم بن فاران يتابع الداودية، ونحن أيضا نتابع الداودية. من تحتل المركز الثالث؟ المركز الرابع اقتحام من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس، كرم من هجن الشحانية مضمر محمد بن خالد العطية. خذت كرم المركز الرابع، بينما المركز الخامس تتقدم في حلوة من هجن الشحانية مع مضمر محمد بن خالد العطية. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. المزن على المركز الأول، جرت الشوط جر المزن، تكتيك وتخطيط من الذهبي، من الذهبي في هذا الشوط من خلال المزن جرت الشوط على المركز الأول. من هجن الشحانية مضمر سالم بن فاران، بينما المركز الثاني مصيحة أيضا من هجن الشحانية يضمرها جابر بن فاران. بينما الله، الداودية على المركز الثالث، تحركت العملاقة وتحركت قلوب الجماهير، تحركت قلوب الجماهير مع تحرك هذه الذلول، مع تحرك هذه الحايل، هذه الأسطورة، هذه العملاقة. هل ستحمل الداودية راية الجزيرة بعد أن ودعت الميادين؟ أما هل أو تحمل الكايدة هذا أيضا، أو تحمله الكايدة، أو تحمله ارتياد، أو تحمله خود. إذن أربعة أسماء قوية من هجن الشحانية مرشحة لأن تخلف الجزيرة الأسطورة النادرة. نتمنى أن نرى مثل الجزيرة في ميادين السباقات مع هجن الشحانية. عموما هذه على المركز الثالث، الداودية وهي خير خلف لخير سلف على المركز الثالث في هذا الشوط الرئيسي، في هذا الشوط الأول الحساس. شوف الفارق ما بين الداودية وما بين المركز الرابع، هناك فارق ربما 50 متر. يعني الداودية الليلة إن شاء الله ناوية تفرح جماهيرها. المركز الرابع، وصلت وانطلقت الغارية من هجن الشحانية مضمر جابر بن سالم بن فاران. يتابع الغارية على المركز الرابع، المركز الخامس، هناك سيل قادم وسيل جارف من الشعار الأدعم. نشوف المركز الخامس، نحاول نلتقط رغم المركز الخامس. وصلت كرم من هجن الشحانية المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الخمسة الأولى في هذا الشوط الرئيسي، شوط الحيل، شوط الحيل. المزن 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 ما زالت متحملة مسؤولية قيادة هذا الشوط، وهي مسؤولية كبيرة، كيلو وين، كيلو وين
انطلقت المزن في المركز الأول. الله يا المزن، هناك رياح ربما تحد من التوقيت الزمني الليلة، ربما تؤخر التوقيت شوي أو يكون ليس كالمعتاد نظرا للرياح التي نواجهها حتى الكيلو. وين الأخيرين؟ هذه المزن على المركز الأول وعلى صدارة الشوط، متسيد الموقف منذ انطلاقة هذا الشوط حتى هذه اللحظات. المركز من هجن الشحاني يضمنها سالم بن فاران، المركز الثاني مصيحة أيضا من هجن الشحاني المضمر جابر بن سالم بن فاران. الله يا الداودية، الله يا الداودية، ناموسها في عينها وبرتها تبشر بالخير. الداودية في هذا الموسم تبشر بالخير، كيلو ونصف الكيلو. يلا يا ابو جابر، يلا يا ابو جابر، جماهير الداودية محبين الداودية يبغونها الليلة تختطف الناموس، يطالبونك الليلة بناموس الداودية. من تحتل المركز الثالث؟ هذه على المركز الثالث. المركز الرابع ومن تتقدم فيه؟ وصلت زيارة، أهلا بهذه الزيارة يا زيارة، أهلا يا زيارة بهذه الزيارة الميمونة، بهذه الزيارة الميمونة على المركز الرابع من هجن الشحاني ينضم محمد بن خالد العطية. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه الغارية من هجن الشحاني ينضم جابر بن سالم بن فاران. نعود إلى المركز الأول وما زالت المزن، وما زالت المزن متقدمة الكيلومتر الأخير يا مضمرين، الكيلومتر الأخير. الحزام الأخضر يرحب بهذا القدوم، بقدوم هذه الهجن والشعار الأدعم. الداودية، الداودية على المركز الثالث. يوسلم، تحركت الداودية أعزائي المتابعين، انطلقت الداودية كما انطلقت في شوط السيف، كما انطلقت في شوط الكاس. الله 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 الله، يا سلام يا سلام، جات كلي كلها غارب وجوف، جاية تركضوا على السبقة هضمية. هذه مشاهدين الأعزاء تنطلق وتنتزع المركز الثاني انتزاعا انتزاعا انتزاعا، وعينها على المركز الأول. الداودية، الداودية مع المركز الثاني صاحبة الماضي والحاضر المشرف. انطلقت الداودية، الداودية والمزن 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 والمزن، ولكن الداودية، ولكن الداودية تبشر بالخير. حيوا الداودية، حيوها، حيوا الداودية، حيوها، تستاهل التحية، تستاهل التحية هذه الأسطورة، هذه العملاقة. الداودية تختطف الشوط الرئيسي لتحيي الجماهير، لتحيي الجماهير، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لجماهير الشعار الأدعم، وتهانينا للمقام السامي الحاضر في هذا المساء، سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هذا المستوى المشرف لهجن الشحانية في مساء هذا اليوم. الداودية تنتزع المركز الأول، المركز الثاني، المركز الثاني مصيحة من هجن الشحانية المضمر جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث، المركز الثالث المزن من هجن الشحانية مع مضمر سالم بن فاران. المركز الرابع، المركز الرابع الغارية من هجن الشحانية مع مضمر جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس، المركز الخامس الرياضية من هجن الشحانية مع مضمر جابر بن سالم بن فاران. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء والحفل الكريم، هذه نتيجتنا أيها الأعزاء والحفل الكريم، ولحظة وصول الداودية إلى خط النهاية. توقيت مميز، توقيت مميز للغاية رغم الرياح التي واجهناها في هذا المساء. 12 دقيقة 51 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمحبين الشعار الأدعم ولهجن الشحانية وللمضمر الذهبي، 10 على 10 يا الذهبي سالم بن فاران. كفيت ووفيت، ما قصرت، أشكرك على هذه المواصيل التي وصلت إليها الداودية في مساء هذا اليوم. المركز الثاني وصلت مصيحة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 51 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحاني، والتهاني لجابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه المزن من هجن الشحانية، قطعت المسافة في 12 دقيقة 51 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز، والتهاني لسالم بن فاران المري.